إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها بناء على معلومات متحصل عليها من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنب، مفادها قيام شبكة إجرامية بتقليد وتزوير رخص وشهادات ووثائق إثبات الهوية ومحررات عرفية. بعد استيفاء الإجراءات القانونية، تمكن مستخدمي مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة من توقيف 7 أشخاص مشتبه فيه تراوح أعمارهم ما بين 25 و70 سنة، كما أسفرت العملية عن حجز 84 ختم جاف لمختلف الإدارات العمومية وأختام شخصية مختلفة، مجموعة من الوثائق المزورة والمعدة للتزوير، بالإضافة إلى حجز أجهزة إعلام آلي متنوعة، حوامل مغناطيسية، 13 هاتف نقال، مع استرجاع مركبة سياحية تستعمل من طرف أفراد الشبكة في التنقل، بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة من العائدات الإجرامية. فور الانتهاء من التحقيق سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جناية تقليد أختام الدولة واستعمالها، جنحة التزوير في المحررات العمومية والرسمية، جنحة تقليد وتزوير رخص وشهادات ووثائق إثبات الهوية، جنحة تزوير المحررات العرفية.